قبل الفاصل اتكلمت مع حضراتكم وقلت لحضراتكم ان في خبر مهم جدا عايزين نتكلم فيه ونقوله على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وفي الحقيقه هو خبر غايه في الاهميه ولازم نتكلم عنه. فركزوا معايا في الخبر ده لان هو خبر طويل وهنقراه بشكل مفصل جدا، فمحتاج تركيز بس من حضراتكم. الخبر ايه هو؟ الأهلي يطالب مؤسسات الدولة بحسم موقفها من تجاوزات رئيس الزمالك ويسأل ما هي الطرق البديلة للقانون للحفاظ على حقوقنا. ده تساؤل مهم جدا، واحنا عارفين ان دايما النادي الأهلي بياخد الاتجاهات القانونية الطبيعية المعروفة علشان يحفظ حقوقه يعني. فالخبر بيقول ان اعلن النادي الاهلي رفضه القاطع للتجاوزات غير الاخلاقيه لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تلفزيونيه مليئه بالاكاذيب والخوض في الاعراض وخدش سمعه العائلات وكيل السباب والشتائم باسلوب يحض على الفتنه بين الجماهير. ونظرا لخطوره ما يرتكبه رئيس الزمالك في حق النادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره على العلاقه بين جماهير الانديه الشعبيه، قرر النادي تصعيد الموقف لكافة الجهات المعنية في الدولة للاطلاع كل بمسؤولياته في هذه الظروف الحرجة، لا سيما أن الأهلي أو أن النادي ترفع كثيرا في الرد على تجاوزات رئيس الزمالك رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصا على المصلحة العليا للبلاد. لكن في الأعوام الأخيرة فقد تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود، وفي نفس الوقت لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون حتى هذه اللحظة، وهو الذي من المفترض أن يكون مجلس النواب هو المدافع الأول عن حقوق كل الشعب وليس عن عضو البرلمان فقط، كما أن مجلس النواب هو الأصل في التشريع وهو أيضا الأكثر حرصا على تنفيذ آليات القانون. وإذا كل هذا أرسل النادي الأهلي العديد من المكاتبات الرسمية يلفت ويحذر من الفتنة القادمة لا محالة في الشارع المصري بسبب تجاوزات رئيس الزمالك والذي لا يجد من يحاسبه عن كل تجاوزاته التي تتنافى مع أخلاقيات المصريين وتقاليدهم. فقد أرسل النادي خطابا إلى اللواء مصطفى الشريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية لرفع الأمر ولفت النظر لخطورة الموقف الحالي، لا سيما وأن الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره فاض بهما الكيل من تصرفات رئيس الزمالك. كما أرسل النادي خطابا إلى معالي رئيس الوزراء يؤكد فيه أنه لجأ إلى كافة الجهات المعنية داخل البلاد. وتساءل النادي الأهلي في خطابه هل هناك طرق مشروعة أخرى بخلاف الطرق القانونية في ظل حالة الصمت غير المبرر تجاه تجاوزات المذكور. كما أرسل النادي الأهلي خطابا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يطالبه بأن يمثل رئيس الزمالك أمام القانون في دولة القانون أسوة بكل المصريين، وأنه على مجلس النواب أن ينحاز لكل أفراد الشعب المصري وليس لعضو البرلمان فقط الذي يستثمر الحصانة في الهروب بتجاوزاته وإساءاته للآخرين. كما أرسل النادي الأهلي خطابا إلى معالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للفت الانتباه بأن رئيس الزمالك يلعب بالنار في وقت تحتاج فيه البلاد للتكاتف وليس التنافر، وأن ما يرتكبه رئيس الزمالك من تصرفات غير أخلاقية عبر شاشات القنوات الفضائية إساءة لكل الأسر المصرية وأنه فاق كل الحدود ولا يمكن السكوت عنه وينذر بفتنة في الشارع المصري. وأرسل النادي الأهلي خطابا إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته الوزارية والمسؤول الأول عن الرياضة المصرية بأن يكون هناك رد قاطع إما بمحاسبة رئيس الزمالك بالقانون أو إفادة النادي الأهلي بالطرق الشرعية البديلة للحفاظ على حقوق مجلس إدارته وجماهيره. كما تقدم النادي الأهلي ببلاغ للمعالي المستشار النائب العام مدعوما بالمستندات وبكل تجاوزات رئيس الزمالك غير الأخلاقية ويطالب فيها بسرعة التحقيق وتطبيق العدالة. وأرسل النادي خطابا إلى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وطالبه النادي بالرد على عدم
بته في الشكاوي السابقة في حق رئيس الزمالك، وتطبيق مبدأ أو مبادئ الميثاق الأولمبي للحفاظ على الأسرة الرياضية بعد خروقات رئيس الزمالك للعلاقة بين جماهير الأندية المصرية. وأرسل النادي الأهلي خطابا إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، وطلبه فيه بتنفيذ وعوده التي أعلنها على الملأ عند توليه المسؤولية بأنه سوف يتخذ إجراءات رادعة تجاه أي متجاوز من إدارات الأندية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، خاصة وأن النادي الأهلي أرسل شكوى مماثلة لاتحاد الكرة في يناير الماضي وأخرى عقب مباراة السوبر المحلي بسبب تجاوزات المذكور في حق مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية عقب المباراة. لكن اللجنة المؤقتة للاتحاد لم تنظر هذا الأمر لأسباب هي تعلمها. كما أرسل النادي الأهلي خطابا إلى الهيئة الوطنية للإعلام وآخر للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ومرفق معه تجاوزات رئيس الزمالك على سيديهات، وطالب النادي الأهلي كافة الجهات المعنية الاطلاع بمسؤولياتها والتصدي لهذا المتجاوز بالقانون، وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للتجاوزات والخروج عن الآداب العامة والإساءة لكل الأسر المصرية. كلام مهم جدا وخبر غاية في الأهمية، وخطابات متعددة لجهات كثيرة في مصر بسبب هذه التجاوزات، واللي ما فيش ليها أي مبرر إطلاقا غير لإثارة الجماهير المصرية في وقت حرج كلنا محتاجين في عودة الجماهير وعودة الرياضة المصرية بالشكل الطبيعي والمعتاد، وأن الحياة تكون في الملاعب بالشكل المنتظر بالنسبة للشعب المصري ككل. لكن بهذه الطريقة أكيد الموضوع هيكون صعب في ظل عدم تحمل المسؤولية من بعض المسؤولين اللي المفروض أن هم يتحملوا المسؤولية بالشكل المطلوب في إطار مساعدة ومساندة الدولة اللي بتحاول بمنتهى الجدية عودة الجماهير للملاعب، وإن الأمور في الشارع الرياضي المصري تكون بالشكل اللائق بأسماء الأندية الكبيرة وبالرياضة المصرية والكرة المصرية بالتحديد بالشكل كامل. فبالتالي خبر وخطوات مهمة جدا جدا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي، وحنترقب